ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. خلينا نتكلم النهارده عن هذا الموبايل الغريب جدا، ديزاينه غريب قوي، انا اتكلم عليه، وهو الريلمي جي تي ماستر اديشن. ولكن قبل ما نبدا في الموبايل ده لازم تنزل تحت تعمل سبسكرايب، عايزين نوصل 1,000,000 سبسكرايبر، بان حاجات بسيطه قوي 22,000 تقريبا او 20,000، فانزل تحت اعمل سبسكرايب وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. ولكن النهارده بتكلم عن الريلمي جي تي ماستر اديشن. اول حاجه بلاحظها في الموبايل ده وهي الشاشه هنا 6.4 بوصه، مش شاشه عملاقه قوي، شاشه صغيره تقدر ان انت تستخدمها بايد واحده، ولكن الشاشه هنا جايه من نوع اموليد والتردد 120 هرتز، والشاشه نفسها البانل نفسها الوانها حلو قوي، توليدها للالوان حلو قوي، سطوحها تحت اشعه الشمس ممتاز. الصراحه الشاشه دي انا موبايلي الرئيسي الريلمي اكس 50 برو، الشاشه دي افضل من الاكس 50 برو، والاكس 50 برو المفروض ان هو فلاج شيب، فكون ان الشاشه دي افضل منه حاجه كويسه قوي. تاني حاجه مخليه الجهاز ده غالي شويه، واللي هو جايب المعالج اللي هو سناب دراجون 778 جي، المعالج ده بيجيب على انتوتو بنش مارك 550,000 نقطه. كمان الموبايل ده بيجي برامات بسعه 8 جيجا وذاكره داخليه بسعه 256 جيجا، وده برضو يحط الموبايل ان هو يبقى فئه متوسطه عليا مش فئه متوسطه، يعني تتوقعوا سعره زي ما انا قلت. المهم يا باشا ان اداء الموبايل ده حلو جدا جدا، مش هتحس خالص ان هو بيهنج معاك، مش هتحس باي تهنيك او اي لاج. وطبعا من اسمه اصلا ريلمي جي تي، فهو موجه شويه للالعاب والاداء. فلما جربت لعبه ببجي هنا مثلا لعبتها على اتش دي ار الترا، عندك الاتش دي ممكن تلعبه على الاكستريم، فزي ما احنا قلنا برضو بنعيد ان الموبايل ده فئه متوسطه عليا هيديك اداء في الالعاب اقوى بكتير قوي من الفئه المتوسطه اللي هي اتش دي هاي والكلام ده كله، وهيديك اداء ككل يعني في البرامج السوشيال ميديا والكلام ده، هتلاقي الموبايل سريع جدا جدا مش هيهنج معاك، خصوصا الذاكره الداخليه الكبيره جدا و8 جيجا رام كافيين جدا على الموبايل ده، وممكن تزود الرامات دي 5 جيجا تستلف من الذاكره الداخليه وتزود الرامات، وحركه كده اوبو وريلمي عاملينها. المهم ديزاين الجهاز، الديزاين جديد، يعني هو تحس ان هو ظهره خرسانه كده شويه، بس هو لو ركزت فيها هتلاقيه جلد صناعي، الظهر هنا مصنوع من الجلد الصناعي، والفريم انا اعتقد ان هو بلاستيك مش معدن. وعندنا هنا مستطيل الكاميرات المتعودين عليه من ريلمي، وهنلاقي ورا كلمه ريلمي، وديزاين باي المصمم اللي مصمم الموبايل ده اسمه صعب شويه مش عارف انطقه، ولكن هو ماضي ورا الموبايل. حركه حلوه ايوه، حركه شيك تبين لك ان انت شاري موبايل ديزاينر هو اللي عامله، ديزاين باي مش عارف ايه وماضي على الموبايل وبتاع، حركه حلوه. الديزاين يعني مش كل الناس يعجبها الديزاين، انا مش عاجبني قوي الديزاين الصراحه، يعني تحس ان هو خرسانه كده، ولكن الديزاين ده اذواق، يعجب ناس ما يعجبش ناس مفيش اي مشكله، بس انا بحب الحاجات الجديده اللي شبه كده. يعني ريلمي ما عملتش ظهر بيلمع وبيقلب الوان والكلام ده زي كل الشركات، لا جت عملت لك حاجه جديده شويه، تعجبك او ما تعجبكش هي جديده. الموبايل كمان جاي معاه جراب بنفس لون الموبايل وبنفس ديزاين الموبايل، ليه بقى؟ لان هما من كتر ما هما حابين الديزاين او صارفين كتير قوي على ديزاين الموبايل او تصميم الموبايل، فهو لما جه عمل لك جراب عمل لك جراب بنفس التصميم على اساس ان انت ما تفقدش التصميم وانت مركب الجراب. الموبايل ده مش موجه للكاميرات من وجهه نظري، هو موجه للاداء، ولكن برضو ريلمي عملت لنا هنا نظام كاميرات كويس قوي. عندنا الكاميرا الرئيسيه 64 ميجا بكسل، كاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا تالتة 2 ميجا بكسل للماكرو. الكاميرا الرئيسية بتطلع لي صور الصبح ممتازة، دايناميك رينج بتاع ريلمي اوبو افضل دايناميك رينج هتاخده، لان البروسيسنج اللي بيعمله للصوره بروسيسنج حلو قوي، الالوان هنا اتطورت بشكل كبير قوي بقت الوان حقيقيه، والتفاصيل اللي بتاخدها في الصوره حلوه قوي، فالصوره اللي هتاخدها من الموبايل ده حلوه جدا. في حاجات في فئته السعريه كاميرات افضل منه سنه، يعني بتديك صور سينمائيه كده شويه، ولكن ده ما يمنعش ان ريلمي جي تي ماستر اديشن هو واحد من افضل الكاميرات اللي في الفئه السعريه دي، كاميراته حلوه قوي، وانا ما كنتش متوقع منه كده، لان هو انا يعني اسمه جي تي موجه للجيمنج والاداء والكلام ده، ما كنتش متوقع منه الكاميرات دي، ولكن كاميراته كويسه قوي. هنا عندنا كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، الصبح كويس قوي، بالليل مش احسن حاجه، فهي دي اللي بتجعله مش افضل كاميرا في الفئه السعريه دي، ولكن هو واحد من افضل الكاميرات الصراحه، وكاميرات يعتمد عليها جدا. عندك هنا فيديو لدقه 4K، تقدر تصور فيديو دقه 4K عادي جدا، وما عندكش هنا تثبيت البصري للصوره، عندك تثبيت الكتروني الاي اي اس مش الاو اي اس، وده برده اللي مخليه مش افضل كاميرا في الفئه السعريه دي. في كاميرات فيها او اي اس وفي كاميرات فيها حاجه كتير. برضه الحاجة اللي ضايقتني في الموبايل ده وهي السماعة، السماعة واحدة خارجية سفلية، مفيش سماعات ستيريو، ازاي؟ لازم موبايل في السعر ده وفي الفئة السعرية دي وبالإمكانيات دي يكون في سماعات ستيريو، لا
السماعه اللي تحت بس هي اللي شغاله لوحدها، مفيش سماعه فوق عشان تدينا صوت الاستيريو، حاجه غريبه جدا. ولكن غير كده عندك البطاريه ال 4300 ملي امبير، هتقعد معاك 7 ساعات من وقت عمل الشاشه، بطاريه كويسه جدا جدا رغم ان هي حجمها صغير. وده برده مخلي الموبايل رفيع وصغير في الايد. الموبايلات دلوقتي بقت حاجه كبيره قوي تمسكها في ايدك، بقى الموبايل ده رفيع وتعرف تستخدمه بالايد الواحده بدون اي مشاكل خالص. فالبطاريه هنا صغيره ولكن الموبايل رفيع كويس جدا، والبطاريه كمان بتقعد. سيبك بقى من البطاريه، حتى لو فصلت منك في نص اليوم او اي حاجه مش مهم، لان انت عندك شاحن 65 واط. الشاحن ده بيشحن البطاريه بالكامل من 0% في 30 دقيقه او 29 دقيقه كمان على التايمر بتاعي. واهم حاجه انا بشوفها دلوقتي في اي موبايل هي الشحن السريع، وبالذات ال 65 واط بتاع اوبو ريلمي. لسبب، لان انا ممكن انسى وانا نايم اشحن الموبايل، واصحى الصبح الاقي الموبايل على 11%، يا دوبك بس احطه في الشاحن، فاهم؟ اروح بقى اخد دوش، افطر، اعمل بتاع 100% خلاص اخده وانزل. كذلك وانا راجع بالليل مثلا الموبايل خلاص هيفصل وانا عايز استخدم الموبايل مثلا، بحط الموبايل على طول 10 دقائق ربع ساعه، اروح بس اغسل وشي اعمل اي حاجه بتاع، ارجع الاقي الموبايل 80%. فميزه الشحن السريع في الموبايلات مهمه جدا جدا، وبالذات ال 65 واط اللي في الموبايل ده وفي موبايلات اوبو او ريلمي بشكل عام. نسيت اقول لكم برده ان الجهاز ده فيه هابتك فيدباك او الفايبريتور اللي بيديك نقره ونبضه كده كل ما تتفاعل مع حاجات في السوفت وير. هابتك فيدباك حلو قوي، مش افضل حاجه طبعا، مش زي الفلاج شيبس او كده، ولكن هابتك فيدباك حقيقي وهتحس بيه وانت بتستخدم الجهاز. الحاجه المميزه كمان ان الموبايل ده فيه هيدفون جاك، دي حاجه ما بقيناش نشوفها خالص في الفئه السعريه دي. يقول لك خلاص بعد 6-7000 جنيه انت خلاص شيل الهيدفون جاك، الموبايل ده يعتبر فلاج شيب او حاجه زي كده. لا، هنا حاطين الهيدفون جاك، ودي حاجه كويسه قوي لو انت عايز تستخدم مايك خارجي، لو انت عايز تستخدم السماعات السلكيه بتاعتك القديمه تستخدمها من غير اي مشاكل. عندك البصمه اللي تحت الشاشه شغاله بشكل سريع جدا جدا، يعني اسرع كمان من الاكس 50 برو. معرفش ممكن يكون الحساس نفسه او السنسور نفسه مختلف، انا معرفش، بس اسرع من الاكس 50 برو اللي معايا. بس كده، دي كل حاجه عن ريلمي جي تي ماستر اديشن. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم عن الموبايل ده، وهل لو معاك سعره؟ انا مش عارف سعره لغايه دلوقتي، يعني لغايه وقت ما بصور الفيديو ده انا مش عارف سعره، ولكن انا اعتقد ان هو 7508 في الحدود دي. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو عجبتك عشان نوصل مليون سبسكرايبر. اعمل سبسكرايب بقى. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم. We'll be right back.